يقول السائل: هل يجوز لطالب العلم على مستوى قراءة الكتب في البيت والحضور في حلقات العلم مرة في الأسبوع أن يفتي الناس في المسائل الشرعية؟ وما حكم من يفعل ذلك؟ كان السلف لا يفتي أحدهم حتى يشهد له عدد من العلماء أنه أهل الفتية. إذا أذنوا له وشهدوا له بأنه أهل لأن يفتي، وإلا لا يفعل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتية. جاء رجل يسأل عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن مسألة، فلما سأله قال له: اذهب الى ذاك الجالس واسأله. فذهب الى عبد الله بن عمر فسأله فافتاه، فجاء اليه فقال له: اذهب الى ذاك، واشار الى ابن عباس. فذهب اليه وسأله وجاء فاخبره، فقال فسكت، قال: وما تقول؟ قال: اقول بقولهما. ينبغي للانسان ان لا يفتي الا اذا كان اهلا للفتيا. واجرأ الناس على النار اجرأهم على الفتيا. وقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، وانما ينتزع العلم بموت العلماء، فيتخذ الناس رؤساء جهالا فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. والمعافى بنعمة. ما الحاجة لأن يتحمل الإنسان أوزار الآخرين إذا أفتاهم بخطأ؟ نعم.